جميل جدا وليد سليمان، ثم بعد ذلك التعديل عن طريق اللاعب ياسر ابراهيم اللي لابد ايضا نشيد بالركنيه النموذجيه الجميله بتاعه اللاعب علي معلو. خطا ادي هنا ياسر ابراهيم، ركله حره مباشره. الشوط الاول وليد سليمان واحد من النجوم بتوع الشوط الاول، ولكن هنا ادي الكوره وادي الكرات العاليه والخطا موجود في نص الملعب. شوف على طول حكم المباراه يدي خطا وركله حره مباشره. ادي الركله الحره المباشره شوط المباراه الثاني. كيفيه التعامل مع الشوط الثاني، لعيبه كلها طبعا بتحاول تخلي بالها على موضوع الاصابات. وادي اللاعب ويلتر بواليا، لاعب اللي شارك في الاوف تايم الثاني ويلتر بواليا. اذا مشاركه اللاعب ويلتر بواليا ممكن يكون على حساب ناصر ناصر، ولا هنشوف واحد من نص الملعب ليله ولا مين اللي خرج الاوف تايم الثاني. التبديلات مفتوحه في المباراه الوديه، الاهلي في الماتش الماضي 4-0 والنهارده بيكسب 2-0. ادي على طول الكرات الفضائيه العاليه والخطا، وادي اللاعب ويلتر بواليا. ادي بواليا والخطا على طول تاني لصالح اللاعب ياسر ابراهيم. سجل هدف جميل جدا طبعا، ولكن سلامات ان شاء الله ياسر. ادي بيشتكي هنا على طول من السبرين انكل بتاعه ياسر ابراهيم. مدافع قوي ومدافع الحياه ممتاز، ومدافع من المدافعين اللي